طب خلينا نتكلم على الاشاعات اللي بتطلع على السوشيال ميديا والصحافه بتفضل تنقلها من هنا لهنا، مره انفصلتوا، مره لا دول مع بعض، مره لا دول اتخطبوا، مره لا مش عارف ايه. ده امتى بتقابلوها ازاي؟ ده امتى اصلا؟ قبل الخطوبه يعني. لا اصل احنا قبل الخطوبه من 4 سنين ما كناش اتخطبنا اصلا، لكن هي الصحافه والسوشيال خطبونا البعض، فقالوا ان احنا اتخطبنا. وبعدين احنا مرتين؟ لا ده لا بكلمك على الحقيقي والله. احنا دي يعني احنا اول مره نلبس دبلاو، اول مره. على مرتين، مرتين بعد الخطوبه. لا كان في قبل الخطوبه وكان في بعد الخطوبه كلام. قبل الخطوبه كنا بنسيب بعض ازاي؟ ما هم اللي كانوا بيقولوا كده. انتوا بتقابلوا بعض بعد الخطوبه؟ لا دي ما كانتش خطوبه زي ما بتقول لك حقيقه. ما كانتش خطوبه، بس لكن انا بقول لك السوشيال كان حب بس. خطبونا بقى. لا انا بتكلم على كان في مشروع خطوبه لكن ما تمش، لكن كان في مشروع خطوبه. بعد الخطوبه الحساب اتسرق واتحط عليه. لا ده اللي جديد بقى اللي انت بتقول عليه. ايوه انا عايز اعرف انتوا بتقابلوا الحاجات دي ازاي يعني. والله انا مش بتكلم عن نفسي، انا بقول كده في غيابي. انا محبوب وفي بنات بتاخد. راحت واحده ردت هو الاكونت بتاعه. الاكونت بتاعي اتسرق. الاكونت بتاعه اتسرق. هو اصلا يعني الاكونت بتاعي اتسرق. بس انا بقول واحده ليه؟ بقول واحده اصل هو اللي سرق الاكونت ده ما بيعملش غير حاجه واحده بس، صورينا بالزيت ويقول انه فسخ خطوبتي. مش قصدي ان هو يقول انا فسخت خطوبتي مع ريم، اللي هو انا بقى ساعتها هو بيتكلم عن لساني. انا فسخت خطوبتي مع ريم البارودي. هو انا اول مره فرحت. لا بعد الشر بهزر. اول مره طبعا استغربت جدا، صحيت من النوم بقى هي طبعا بتصرخ في التليفون، يا عم انت كتبت ايه على؟ قلت له والله ما كتبتش حاجه. وهي عارفه ان انا لسه صاحي من النوم، ما اعرفش حاجه. مش عارف حاجه. بس مره ثانيه بقى لقيتها، رحت بقى منزل قلت دي حبيبتي وانا كنت لسه عاملها عيد ميلادها. عشان كده راحت هي منزله بوست كتبت فيه كده العزال. ايوه سعيده العزال. نزلت على الانستجرام. على الانستجرام. لا ما قلتش كده العزال. ما قلتش كده العزال. قلت حاجه بنفس المعنى كده. حاجه العوازل مش عارف ايه. وكنت حتفاها لمين؟ لاي حد مش حبيبنا، لاي حد مش حابب سعادتنا، لاي حد عامل نفسه ان هو صاحبنا او قريب مننا ومش حابب العلاقه دي. ليه مش لحد يعني مش مسج معينه. ليه الناس مش هتحب سعاده اتنين اصلا بيحبوا بعض وارتبطوا وماشيين صح وكل حاجه تمام؟ كتير. ليه؟ لا في ناس ممكن تكون بتحبه هو، في ناس لا اكيد يعني مش كل الناس بتتمنى للناس السعاده.